مهرجان العالمين الجديدة بيشهد فعاليات من نوع خاص لعشاق السيارات ضمن سباقات موتور ويك، واللي بتعتبر طبعا من الفعاليات المهمة اللي لاقت اهتمام وحرص طبعا من عشاق السيارات، حرصوا على الإقبال على هذه طبعا المسابقة. المشاركين كانوا حريصين جدا انهم يظهروا التعديلات اللي قاموا بيها على عربياتهم عشان يقدروا يجهزوها للمشاركه في المهرجان، واكدوا ان اداره المهرجان نظمت الفعاليات بشكل اكثر من رائع وقد ايه هم استمتعوا بالمشاركه في المهرجان. خلينا نتابع التقرير. وصلنا لنقطة النهاية في أكبر رالي سيارات موجود في مهرجان العالمين الجديدة والخاص بموتور ويك، واللي انطلق في 16 أغسطس بمشاركة كبيرة جدا من المتسابقين في أنواع السباقات المختلفة. وصلنا لنقطة النهاية بالسباقات النهائية اللي هيخوض فيها المتسابقين آخر سباقات ليهم علشان يتم الإعلان عن الفائزين في موتور ويك. مشاركة كبيرة جدا، استعدادات قوية جدا للنهائيات. تعالوا بينا نشوف إزاي المتسابقين بيستعدوا لنهائيات موتور ويك وحالة المنافسة والأجواء عاملة إزاي في أكبر رالي سيارات موجود في مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا بينا نشوف. انا متسابق عمر ناصر من اسكندريه، بشارك في سباقات السبيد والدريفت. طبعا دي ثالث سنه شارك مع موتور ويك في العالمين. طبعا انا بنزل اجازه مخصوص، انا في الامارات بنزل اجازه مخصوص عشان اشارك في الحدث دوت. بالنسبه للعالمين طبعا اسفلت جديد، تراكات مختلفه، تنظيم هايل. طبعا وزاره الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي مهتمين جدا بالموضوع، فمخلينا ان احنا مرتاحين حتى في السواقه، حتى في تنظيم، حتى في التحركات، مسهلين علينا كل حاجه. يعني انا تاهلت من يوم الخميس للنهارده للفاينل، بشارك في سباقات كار بارك دريفت. ما بقدرش اشارك في التندم لان عربيتي ما فيهاش رول كيج، فبسابق في الكار بارك. فزت في سباق السبيد المركز الثاني، وان شاء الله النهارده ربنا يوفقنا ويوفق الجميع ويبقى يوم جميل لكله. خدت سباقات ريف توب وريد بول وكل السباقات اللي اتعملت في مصر، والسنه اللي فاتت ميمك وموتور ويك، وتجهيزاتنا بقالنا كتير جدا شغالين على العربيه وشبه لسه خلصنا قبل السباق بساعات. قول لي ايه رايك في اجواء مدينه العالمين وان البطوله تكون موجوده في مهرجان العالمين؟ لا لا طبعا تحفه، ومهرجان العالمين دايما بيساعدنا في الدريفت وفي كل حاجه تبع الرياضه. يعني هشام الخطيب بطل مصر وبطل العالم في رياضة الدريفتنج. والله الأسبوع ده كان مختلف في كل حاجة، في تجهيز من بطولة للمنظمين، بصراحة كان التنظيم هايل، البطولة هايلة، فالحمد لله كان بالنسبة لنا سباق مختلف. وأحسن حاجة إن هو في مدينة العالمين إدى فرصة لناس كتير إنها تشاركنا وتيجي تتبسط معانا، فبالنسبة لنا البطولة ناجحة جدا الحمد لله أيا كانت النتيجة. يعني أنا مشارك إن شاء الله في سباق الدريفت اللي هو الكار بارك دريفت، وسباق التاندم اللي هو العربيات الاتنين مع بعض بإذن الله. عربيتي مازدا ار اكس 7 عليها موتور تويوتا سوبرا، متجهزة كويس للدريفتنج، إن شاء الله بتطلع حوالي 550 حصان. كل واحد بيبقى عنده تجهيز لعربيته مختلفة على حسب سواقته وستايله، وإحنا كان عندنا تجربة فكل واحد جرب عربيته وشاف إيه اللي محتاجه وعدل العربية عليه، وإن شاء الله النهاردة نظهر بشكل أحسن إن شاء الله. إحنا هنا المفروض السباق عبارة عن 3 أيام، أول يوم براكتس، ثاني يوم كواليفاينج، وبعدين النهاردة بقى التصفيات إن شاء الله للنهائي. قبل أي سباق ده مش أنا بس، كلهم بيعملوا كده، بنبعت العربية على الداينو، بنعمل شوية داينو رانز ونشوف الإرابة بتاعت العربية مظبوطة ولا لأ، وبنتوقع الله، ولو في مشكلة بتبان فبنعدلها قبل ما ننزل على السباق. يعني أجواء حلوة جدا والتنظيم حلو جدا، بالعكس يعني مبسوطين إحنا في سباق في الساحل، ويعني حاجة تشرف بصراحة لأي حد. احنا بدأت السباقات من 2013. السباق المره دي سباق حلو، جو طبعا كويس حلو على العربيات، والحمد لله ان احنا قدرنا نتأهل النهارده ليوم السبت، وان شاء الله ربنا يكرم في سباق كار بارك والتوين. كلمنا عن عربيتك والتشيك اللي انت بتعمله على العربيه قبل السباق. والله العربيه لازم تتجهز طبعا من كل حاجه، ولازم تشيك عليها وتعمل لها تيست وتتجرب، لان وارد جدا ان يحصل فيها اي عطل قبل السباق،
فاحنا قبل كل تراك لازم بنشيك على كل حاجه فيها قبل ما بتنزل، من موتور، من عفشه، من كاوتشات، من جنوط، من ايثانول، من زيوت، من كل حاجه، بحيث ان احنا ما نخشش جوه نقطع. انا ماجد ابو سليم، بطل مصر في الدريفت 2024. بالنسبه للسباقات اللي خطناها قبل كده، كان في سباق في مهرجان العالمين ريفي توب من حوالي اسبوعين، الحمد لله وربنا كرمنا فيه، وقبلها كان في ريد بول وخدنا مركز اول. بنجهز احنا اهو دلوقتي في خلاص نص ساعه وهنخش التراك، وكل امور تمام. كل واحد بيبقى عنده استعدادات خاصه بفريقه وخاصه بيه في الفاينلز، بتبقى زي خلطه سريه او حبكه سريه مثلا للسيت اب العربيه للتيون، كله بيبقى بناء على البراكتس اللي عملناه قبلها بيوم، بنحدد بناء عليه عايزين نعدي الايه في العربيه عشان يتلائم مع التراك ونقدر نسوق العربيه ونحقق احسن نتائج. رايك في مدينه العالمين والاجواء وان البطوله تكون موجوده هنا في مهرجان العالمين؟ رائعه طبعا، احنا بنستنى السباق ده من السنه للسنه، يعني ما فيش اجواء بتبقى احسن من كده، الجو كويس، المدينه تحفه، الناس اللي بتيجي تتفرج بتنبهر وتتبسط جدا، بيبقوا قاعدين في جو مختلف خالص عن سباقات القاهره.